أهلا، ماذا تفعلين؟ مرحبا. I'm reading Quran. How do we say I'm reading Quran in Arabic? You should say أنا أقرأ القرآن. أنا أقرأ القرآن. Okay. أتعلمين أن هذه ليست قراءة صحيحة؟ Why? فالقراءة بالقلب تعتبر تدبر أو تأمل في كتاب الله عز وجل، لكن القراءة الصحيحة أن نقرأ بالصوت أو على الأقل نحرك الشفتين واللسان، فبهذا نأخذ الأجر والثواب من عند الله عز وجل. Oh, really? I didn't know that before. لا بأس بذلك، فبعض الناس لا يعرفون هذه المعلومة. Thank you so much for this information. شكرا. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.